عسلمة، اليوم عملت لكم أفكار حلوة بتنمشية بنين. عنا بغتو كاكاويت نوتيلا، نجمو تعملوا بيهم دي تختين في فطور الصباح، ولا تعملوا بيهم دي روسيت أخرين. أول حاجة نحمروا 350 جرام بفريوة، ما لازمش نخليهم يحمروا برشا ويتحركوا. توا نرحيوهم، لازم الروبو متاعكم تخدموه وتسكروه باش ما يتحرقش، ولازم كل مرة تحركوا بفريوة باش تخرج الزيت متاعها وتولي بالتكستور هذي. نزيدوا 250 غرام شوكولا، هكا نتحصلوا على النوتيلا بنينة وسهلة. وليت عدوا توالي باخدوا كاكاويت، شوفوا كيفاش باش نعملوها، ما فماش ما اسهل منها. نحملوا 300 غرام كاكاوية ونقشروها، نجمو زادة ترحيوها بقشورها تعطي لون وتكستور مزيانين. نزيدو عليهم زوز مغارف كبار ويل دو مايس باش يسهل الكاكاوية باش تترحى مليح. وباش نحليو نزيدوها مغرفة كبيرة سكر وإلا عسل، ومعاهم رشة صغيرة ملح باش تعمل إيكليبر بين الحلو والمالح. إن شاء الله يكونوا عجبكم الريسيت. اعملوا جيم واكتبوا لي تعليقاتكم، وما تنساوش باش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. إلى البروشين.